حياكم الله مشاهدينا الكرام وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، سنناقش فيها معركة السلطات في محاربة الإرهاب في مدينة عدن وتأمين العاصمة المؤقتة. تتواصل لليوم الثاني على التوالي العملية الأمنية الواسعة في مرحلتها الثانية لمكافحة الإرهاب في مدينة عدن، وبدأت العملية الليلة الماضية بتطويق مديرية المنصورة والاشتباك مع الجماعات الإرهابية التي تتمركز فيها منذ ما بعد تحرير المدينة من الميليشيا، وتسببت المواجهات في قتلى وجرحى من المسلحين، فيما سقط جرحى من المدنيين في القصف الذي طال مقار الإرهابيين بمشاركة طائرات التحالف. وقالت السلطات إن الهدف من الحملة محاربة عناصر مسلحة قالت إنها تنتمي لتنظيم القاعدة، وأكدت السلطات أن الحملة ستتواصل حتى تتم إعادة السيطرة على كامل مديرية المنصورة. وتحاول الجماعات الإرهابية من جعل مديرية المنصورة منطلقا رئيسيا لشن هجماتها داخل المدينة وإرباك السلطات عن أداء مهامها الأمنية. إذن مشاهدينا نتوقف عند هذه المستجدات لنناقش في محورين: قدرة السلطات وما وراءها التحالف العربي على تطهير عدن من الإرهاب وتأمين ما تبقى من منافذ الفراغ في العاصمة المؤقتة، ومدى التنسيق بين السلطات والمقاومة الشعبية والفصائل الموالية لها في معركة تأمين عدن من الإرهاب. هذه الأسئلة وأكثر سنناقشها مع ضيوفنا من عدن، لكن قبل أن نبدأ النقاش سنذهب لمشاهدة هذا التقرير ومن ثم نعود. حول حي المنصورة في عدن يضيق الخناق ويشتد، وهي لم تنتهي بعد من معركة شديدة خرجت عن طور المحتمل لتصبح واقعا يضرب على غفلة. عملية أمنية واسعة شاركت فيها قوات التحالف هي الأشد والأعنف في مواجهة الإرهاب المتمركز في حي المنصورة والمتجول في المدينة منذ ما بعد التحرير. خلفت المواجهة قتلى وجرحى من المتشددين، فيما جرح مدنيون كانوا ضحايا استهداف متزامن طال أوكار ومقار للإرهابيين في المدينة. كما تسببت المواجهة في إغلاق الشارع العام وتعطل حركة المرور مقابل انتشار أمني مكثف ونقاط تفتيش واسعة حول المنطقة. تقول السلطات في المحافظة إنها دشنت حملتها الأمنية الثانية لتحرير المنصورة بعد أن حاولت فتح قنوات تواصل لخروج المسلحين منها، مؤكدة أن العملية مستمرة حتى تحرير المديرية كليا. تعد المنصورة وكرا للجماعات المتشددة منذ ما بعد انتزاع عدن من قبضة الميليشيا في يوليو من العام الماضي، حيث شهدت عدة أحداث ومواجهات خلال الأشهر الماضية. تسيل الدماء غزيرة على أرض عدن لتضع علامة استفهام كبيرة حول أشهر عدة من الاستنفار الأمني والعمليات العسكرية لمكافحة الإرهاب. يرد رئيس الحكومة قائلا إن الإرهاب ملف شائك ومعقد تعاني اليمن منه كغيرها من الدول الأخرى، لافتا إلى أنه تم وضع خطة عملية للحد من الهجمات الإرهابية تستهدف كل من يحمل السلاح خارج إطار مظلة الدولة. كل من يحمل السلاح تحت أي مسميات ليس في إطار مظلة الدولة سوف يكون هدف للدولة. تحاول الجماعات الإرهابية ملء بعض الفراغ على طريقتها الدموية، وتحديدا من بوابة المنصورة التي ستشكل في المرحلة المقبلة معبرا إلى الاستقرار أو الفوضى. هذه المحاولات تضع السلطات أمام خيارات صعبة حيال التعامل مع وضع المنصورة المفخخة بالإرهاب، إذ أن الحي يضم مئات السكان المغلوبين على أمرهم وأعدادا مماثلة من النازحين، ما يعني أن أي حسم عسكري سيكون مكلفا. بالمقابل تبدو هيبة المؤسسة العسكرية والدولة على المحك، لأن أي قبول بالتعايش مع الوضع المستجد لا يعني سوى الرضوخ للأمر الواقع والقبول بسلخ عدن مجددا وهد الأرضية التي تقف عليها الدولة. إذن مشاهدينا انطلقت اليوم الحملة الأمنية، أو يوم أمس الحملة الأمنية الثانية التي أطلقت عليها السلطة المحلية في مدينة عدن لتطهير المدينة من الخلايا الإرهابية التي تعمل على زعزعة الوضع في مدينة عدن منذ تحريرها وحتى اللحظة. كانت يعني شرطة الشيخ عثمان نفذت اليوم صباحا حملة أمنية استهدفت سوقا للسلاح يقع في الأطراف الشرقية من المديرية. إذن مشاهدينا يبدو أن الاتصال صار جاهز مع رئيس دائرة التوجيه المعنوي العميد أو اللواء محسن خسروف. مساء الخير سيادة اللواء. مساء
سيادة اللواء مساء الخير. ألو. نعم سيادة اللواء مساء الخير، تسمعني؟ أسمعك جيداً. نعم مساء الخير سيادة اللواء. مساء النور، مرحبا حبيبي. سيادة اللواء، أنتم في قيادة الجيش الوطني وإعلام الجيش، ما الذي يحدث في العاصمة المؤقتة للبلاد وبالتحديد في مديرية المنصورة؟ والله هذا شيء مؤسف ومحزن. لو وهذا يخلينا، هذه رسالة لتعز على فكرة ماشي، ولكل المدن اليمنية التي نريد أن نحررها. الرئيس عبد الرب منصور هادي كان قد أصدر قرارا صريحا واضحا بضم كل فصائل المقاومة الشعبية إلى الجيش الوطني. نعم. وإلى المقاومة وإلى الأمن. لم ينفذ هذا القرار، تم تحرير عدن وهي مليئة بالميليشيات المسلحة من ألوان مختلفة، ألوان طيف مختلفة، بخلفيات أو مرجعيات عقدية مختلفة. نعم. لذلك ظلت هذه الميليشيات المسلحة بخلفياتها، ولو أنها التحقت بالجيش لكانت قد صهرت في بوتقة وطنية واحدة وبثقافة جديدة وبمفهومات جديدة وباتجاه جديد في الولاء الوطني. هذه هي النتيجة، هذه واحدة. الشيء الثاني، لا ننسى أن علي عبد الله صالح يترك ميليشياته على شكل خلايا نائمة في كل المدن التي يخرج منها، وهذا ما نخشاه على تعز، لكن أنا أراهن على وعي أبناء تعز وعلى وحدة صف المقاومة الشعبية والجيش الوطني. نعم. وعلى أن الإدارة المحلية سيتم تسليمها فورا للدولة، للأمن، للجيش، ولا تبقى في يد الميليشيا المسلحة أي مرفق حكومي أو مؤسسة. نعم. عدن الجيش الآن يحقق إنجازات، يعني تمكن من السيطرة على الموقف إلى حد كبير. نعم. وعما قريب يعني في الساعة القادمة ستتم السيطرة، بعضهم قد ولى هاربا في اتجاه لحج وآخرين في اتجاه أبين من هؤلاء الميليشيات. طبعا لا يريدوا أن تنجح عدن في إنجاز تجربة وطنية أنموذجية في ظل الدولة الشرعية، هم يريدوا إفشال هذا المشروع، وهذا هو جوهر الأهداف التي يراد تحقيقها في عدن وفي غيرها من المناطق التي تمكنت الميليشيات من اقتحام بعض مؤسسات الدولة فيها أو مرافقها العامة. نعم سيادة العميد، رغم مرور أشهر كثيرة على تحرير عدن إلا أنها لم تختفي من عناوين القتل اليومية الوافدة، هل هناك جهات غير الجهات التي تعلق عليها السلطات دائما في الأحداث السابقة التي ضربت عدن، أم أن هناك تنظيمات إرهابية فعلا تحاول سلخ عدن مجددا؟ لا شك أن للقاعدة وجود، لكننا نعرف طبيعة العلاقة بين القاعدة على وجه الخصوص وأنصار الشريعة وعلي عبد الله صالح. نعرف أن من يقود هذا التنظيم بمسمياته المختلفة هم قيادات بخلفيات حرس خاص، وعلى رأس قاسم الريمي اللي هو المسؤول التنظيم في اليمن والجزيرة العربية. على العموم المسألة هي تتعلق بمؤسسة الأمن والجيش. لو أن مؤسسة الدفاع والأمن جسد واحد ومعدة إعداد جيد وهي التي تسيطر على كل مؤسسات الدولة منذ البداية لما حصل ما حصل، وأنا أتمنى طبعا الآن القيادة السياسية والقيادة العسكرية والأمنية في عدن وفي المنطقة الرابعة بشكل عام أن تنجز هذا الهدف وتحكم السيطرة على المنطقة، ولا شك أن هناك من يريد أن يسرق انتصار عدن وانتصار الضالع وانتصار ولعج بهذه الأفعال وبهذه الجرائم التي تمارس. نعم. بشكل شبه يومي وخاصة في عدن، ولكن أنا متأكد أن المنتصرين الذين أحرزوا انتصار تحرير عدن والضالع ولحج هم قادرون على مواجهة هذه الميليشيات أو هذه الخلايا النائمة. نعم. أو هؤلاء الإرهابيين بكل الطرق المتاحة لديهم. نعم سيادة العميد، هل أو سيادة اللواء، هل تتوقع يعني نجاح العملية الأمنية التي انطلقت مؤخرا وتخليص المدينة بشكل كامل من الجماعات الإرهابية؟ لا شك عندي بهذا. نعم، ولكن أيضا أنت ذكرت سيادة اللواء أن الجماعات هذه بدأت بالهروب إلى محافظات كلحج وأيضا مناطق أخرى، هذه المحافظات أيضا تشهد أيضا انفلات أمني، بمعنى أن الخطر ما زال يعني قائم على العاصمة من المناطق المحيطة لها. من طلب كله فات كله كما يقول المثل الشعبي، دعهم ينجزون يعني تطهير عدد من هذه الميليشيات ثم تتجه القوات بعد ذلك إلى بؤر أخرى ومناطق أخرى.
نعم، ولكن سبب تأخر المرحلة الثانية من الخطة الأمنية لمحاربة الإرهاب حتى اليوم رغم العمليات الإرهابية السابقة التي ضربت عدن؟ أنا أرجو أن توجه هذا السؤال للقيادة الأمنية والعسكرية في المنطقة العسكرية الرابعة. نعم سيادة العميد، يعني أو سيادة اللواء سابق، وأن حدثت أعمال فوضوية خلال التعذر بمطالب تحت يافطة معالجة جرحى المقاومة وتسليم رواتب لشرائح معينة، ما وراء هذا النشاط الفوضوي والمبررات التي تتحول إلى فوضى؟ إفشال التجربة، إفشال تجربة عدم كأنموذج لمدينة أو محافظة تحت سيطرة الدولة الشرعية، وإثبات أنه لا فرق بين الميليشيات المسلحة التي تثير الفوضى والقتل في صنعاء وفي غيرها من المناطق وبين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، هكذا يريد أن يصل إلينا. ونحن بهذه المناسبة وعبر قناة بلقيس أنا أتمنى على كل ألوان الطيف السياسي في المحافظات المحررة عدن ولحج والضالع بشكل عام أن يعوا خطر المؤامرة القائمة الآن، وأن يفهموا أننا جميعا بدون استثناء من يريد تحرير عدن ومن يريد الانفصال ومن يريد الوحدة ومن يريد الفدرالية ومن يريد الجنوب العربي ومن يريد دولة في صعبة ومن كلنا جميعا في خطر. نحن أمام خطر ماحق اسمه ميليشيات صالح الحوثي، وأنه ليس بإمكان أي قوة سياسية الآن أن تنجز مشروع خاص سواء كان دولة أو دويلة أو إقليم أو أي شيء. الهدف الاستراتيجي الذي ينبغي أن يكون في حسبان الجميع هو استعادة الدولة الشرعية، استعادة مؤسسات الدولة، العودة إلى مخرجات الحوار الوطني، الوصول إلى الانتخابات بعد إنجاز الدستور. وحينها كما نقول دائما في كل حادث حديث، الآن حتى علي عبد الله صالح نفسه لو أراد أن يقيم دولة في صنعاء هو لا يستطيع لأن الظروف لا تخدمه، ولو أراد الحوثي أن ينفصل بصعدة هو لا يستطيع. إذن لابد لنا جميعا كقوة وطنية سياسية وعسكرية وقبلية أن نتجه جميعا لاستعادة الدولة بكل ما أوتينا من قوة ونعود إلى مخرجات الحوار الوطني وتنجز لجنة الصياغة صياغة الدستور ونصل إلى الانتخابات، وهذا هو بر الأمان الوحيد لنا جميعا. نعم سيادة اللواء محسن خسروف تكرم بالبقاء معنا، سنذهب إلى ضيفنا الآخر الكاتب والناشط السياسي الشاعر أو قيس الشاعر. مساء الخير سيد قيس. مساء النور سيد قيس. بعد 8 أشهر من انتزاع عدن من قبضة الميليشيا وتحريرها، ما يزال الحديث يتكرر كل يوم عن تصاعد أعمال العنف في هذه المدينة، ما الذي يحدث بالضبط؟ هو أمر طبيعي، أنت تعلم والجميع يعلمون أن السلطات الشرعية بقيادة الرئيس عبد الرب منصور هادي عندما عادت إلى مدينة عدن بعد أن حررت من ميليشيات الحوثيين وغوات المخلوع الصالح عادت على أنقاض دولة، لا وجود للمؤسسات الأمنية ولا وجود للمؤسسات الحكومية أيضا، كل شيء الآن يتم إعادته وبناؤه من جديد. ظهور مثل هذه الأعمال، أعمال الفوضى وجرائم الاغتيالات، أمر طبيعي للفرق الأمني الذي عاشته المدينة في ظل الحرب. يضاف إلى ذلك أن المخلوع علي صالح كان ممسك بزمام الأمور بكل المناحي في كل المنشآت الحكومية وبالذات المؤسسات الأمنية، وعندما حدثت الحرب تعبت كل القوات ونزعت كل القوات بحكم أنها قوات موالية له إلى مواقع حل المعتادة، وذهبت إلى عدة دفعات وأصبحت بالعكس أصبحت تقاتل تقتل أبناء عدن في مدينة عدن، تلك القوات التي كانت مكلفة بالأمن مثل قوات الأمن المركزي والقوات الخاصة، يضاف إلى ذلك ميليشيات الحوثي التي رفضت من 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 محافظة صعدة. نعم سيد قيس، المعركة الدائرة بين السلطات والإرهاب حاليا في مدينة عدن، ما دلالتها في هذا التوقيت وإلى أين ستفضي؟ هناك بطبيعة الأمر هناك أصوات بدأت تتعالى هو وتتهم السلطات الشرعية في مدينة عدن وبالذات السلطات المحلية أنها لم تقدر على أن تضبط شارع واحد، وكيف بها إذا استعادة كامل الأراضي الجمهورية اليمنية، لذلك السلطات طرحت
وسارعت بحسم هذه المعركة، وقد بين نعم وقد بين محافظة عدن العميد عزروت الزبيدي في بيان حول العمليات التي قامت بها قوات الأمن التي تأتي في إطار الخطة الأمنية الثانية. نعم. أنه بعد أن نشأت السلطات من تلك الجماعات وأطلعت تلك الجماعات تشكل خطر على المواطن أيضا وعلى المحافظة، كان لابد من استخدام القوات ضد تلك المجامع. إضافة إلى ذلك أن العمليات الأمنية أيضا تزامنت مع حسم المعركة في محافظة تعز، وبطبيعة الأمر الآن كما هو معروف أن محافظة عدن أصبحت هي العاصمة المقاتلة للجمهورية اليمنية. نعم. لذلك لابد من استجابة الأمن حتى يسمع منها نموذجا لبقية المحافظات المحررة. أمر لأنه لا ينبغي أن تكون بقية المحافظات اليمنية مصيرها مصير العاصمة عدن، وأعتقد أن السلطات المحلية في محافظة عدن عازمة على تثبيت الأمن في محافظة عدن، وذلك بمساعدة المواطن الذي يعني مصلحته ويعي أنه على ضرورة أن تستعيد المحافظة عافيتها وتعود السلطات الأمنية إلى موضعها. نعم إذن نعم سيد قيس. نعم. سيد قيس تكرم بالبقاء معنا، سنعود إلى ضيفنا اللواء محسن خسروف. سيادة اللواء، هل هناك موقف موحد من قبل التحالف العربي داعم للعملية الأمنية أو في مرحلتها الثانية التي انطلقت في مدينة عدن؟ والله أنا لا أحب أن أخوض في هذا الحديث، وبإمكانك أن توجه هذا السؤال إلى المعنيين. أنا نعم. ما أعرفه الآن أننا جميعا في خندق واحد، والتحالف والجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وليس لدي ما أقول في هذا الجانب. نعم. طيب سيادة اللواء، البعض يقول أن أسباب الانفلات الأمني في مدينة عدن هو تأخر دمج المقاومة الشعبية في فصائل الجيش الوطني. أنا أقول لك هذا الكلام وقلته في البداية، هذه واحدة من أهم الأسباب. لو أن هذا القرار قد نفذ من البداية لما حصل ما حصل في عدن، لا هذا الحد ولا اللي قبل. ما سبب تعثر هذا القرار؟ دفاعية وأمنية قوية هي الوحيدة القادرة على ضبط الأمور. هي مشكلتنا، جوهر المشكلة في اليمن الآن هو شخصنة الولاء في المؤسسة الدفاعية والأمنية. لو أن لنا جيش وطني كان قوامه يعني ما يقرب من 700,000 بني آدم مقاتل يأخذ راتب سواء كانوا في البيوت أو في المعسكرات. نعم. لكان بإمكاننا أن ندافع مش بس عن اليمن، عن اليمن والجزيرة العربية، لكن هذا الجيش العرمرم كان مشخصنا الولاء وهو يقاتلنا ويقتل الشعب اليمني حتى هذه اللحظة. هذه هي القضية الكبرى. نعم. سيادة اللواء، هل سنشهد لاحقا عملية نزع السلاح من كافة الفصائل في مدينة عدن الخارجة عن إطار الجيش الوطني؟ لا بد أن يتم هذا، وإذا لم يتم هذا فلن تستقر عدن ولا غيرها من المحافظات. لا بد أن تكون صنع عدن وكل المحافظات غير مسلحة. السلاح الوحيد الذي ينبغي أن يكون موجود هو في أيدي جنود القوات المسلحة والأمن. نعم. هناك سيادة اللواء من يدعو إلى فتح حوار ما بين السلطة الشرعية وهذه الجماعات المسلحة في المدينة، كيف ترى ذلك؟ والله إذا وضعت السلاح وبدأت رغبة في الحوار هذا عين العدل، لأنه نحن هدفنا الوصول إلى كلمة سواء. يعني من يضع السلاح جانبا ويحاور ويطرح رؤية المستقبل أي كانت هذه الرؤية، طالما أن الحوار هو باللسان بالكلمة وليس بالبندقية، كل شيء مقبول. نعم. إذا سيادة اللواء محسن خسروف، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، رئيس دائرة التوجيه المعنوي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، سنعود إلى ضيفنا الآخر، الكاتب والناشط السياسي السيد قيس الشاعر. سيد قيس، كيف تقيم دور التحالف العربي في عدن في هذه المرحلة الفاصلة؟ بالنسبة لدور التحالف العربي إلى الآن، التحالف العربي وبالذات دولة الإمارات العربية تقوم بمجهود غير عادي من ناحيه اعاده التاهيل وبناء العديد من المدارس ايضا والمنشات الطبيه. نعم. بالاضافه الى ذلك انها تقوم بتوفير العديد من المستلزمات الطبيه للمستشفيات ومواد الوقايه اثناء الحرب وما بعد الحرب. دورها اليوم في مدينه عدن واضح وملموس، لكن المشكله هنا
ان اذا لم يكن المواطن هو على علم بمصلحتي وانتقى مصلحتي لن تكون بمقدور قوات التحالف ان تنتشل المدينه من الاوضاع التي هي فيها. الان ما هو حاصل في مدينه عدن حتى الان نعطي الموضوع فوق حده او نعطيه ابعاد اخرى هي ما مدامع مسلحه ظهرت فجاه بحث وما ظهر هو الحرب طبيعه الحرب كما هو معروف ان الحرب تظهر العديد من المدامع المسلحه التي تم الدفع بها الى محافظه عدن نعم ضد الميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح. لكن الان الحكومات الحكومه والسلطه المحليه في محافظه عدن تسعى جاهدا لاستعاده السيطره على المحافظه وفرض عهده الدوله في كافة نواحي محافظة عدن. نعم، ولكن سيد قيس من يقف وراء عدم الإفساح للدولة أن تكون القوة الرئيسية في تشكيلة ما بعد الحرب في عدن؟ هناك أطراف على ما يبدو أنها أطراف متواجدة في الحكومة نفسها تعيق عدد من القرارات الصادره من الرئيس هادي وبالذات قرار دمج المقاومه الجنوبيه في وحدات الجيش وقوات الامن. هذا القرار بحد ذاته يشكل ملف امني شائك ساده الكثير من الغطه في الايام الاخيره وحتى في ايام ما بعد الحرب. كون القرار جاء على عجاله ولم يتم وضعه حسب اليه معروفه اليه القرار كانت غير واضحه. هناك اطراف تدعي اطراف السلطه المحليه في الحكومه الشرعيه نفسها سواء كانت قياده عسكريه او امنيه على مستوى في الحكومه نعم. تدعي ان السلطات هي من تعتقل بينما هي تلك القيادات هي الموكله الامر بعمليات دمج تلك المجامع المسلحه في المقاومه الشعبيه وقوات الجيش والامن. لكن على ما يبدو ان هناك الكثير من الامور الحاصله بين الحكومه نفسها حكومه معالي رئيس الوزراء نائب رئيس الجمهوريه خالد بحاح وايضا الرئيس هادي على ما يبدو. نعم، ولكن سيد قيس يعني اذا ما تحدثنا عن المجتمع المحلي في المدينه يعني ما موقف هذا المجتمع تجاه ما يدور أو ما تقوم به هذه الجماعات الإرهابية في المدينة؟ هل هي يعني تقدم الدعم للحكومة والجيش الوطني في هذه المواجهة؟ طبيعة المجتمع هنا والمواطن في مدينة عدن هو مواطن واعي وأيضا مثقف وتحترم العادات والتقاليد. نعم. المواطنين في عدن هم يستنكرون كل جريمة تقوم في مدينة عدن ويصدقون الاطراف التي تقوم الان بالعمليات داخل مدينه عدن مع اغتيالات وغيرها هي اطراف ليست محسوبه في الايام الاخيره على ابناء عدن انفسهم. هناك الكثير مثل ما اشرت لك سابقا لان الحرب ساهمت في توافد الكثير من المقاتلين صوب مدينه عدن المتتازد من ميليشيات الحوثي وقوات الصالح. المواطن في مدينه عدن بطبيعته يستنكر كل اعمال العنف ويرضى نعم. سيد قيس، هل تتوقع نجاح العملية العسكرية أو الحملة الأمنية التي انطلقت يوم أمس في تحقيق هدفها والتخلص من هذه الجماعات أم أن هذه الجماعات ستتوسع انتشارها وتصل أيضا إلى مدن أخرى؟ حسب ما لمسناها من العمليه التي قادتها قوات الامن بقياده قائد شرطه عدن اللواء شلال شايع حققت نجاح نسبي في مدينه عدن واستطاعت ان تسيطر على اجزاء من مديريه المنصوره. وباعتقادي انه اذا القوات الامنيه عزمت على ان تحسم ان تثبت الاوضاع الامنيه في مدينه عدن باستطاعتها، لكن اذا لم يحصل اي طاره وإذا لم يتم عرقلة تلك القوات الأمنية للوصول إلى مهام محددة الآن من قبل القيادات الأمنية. كون الآن الكثير من القيادات الأمنية كانت في السابق تدعي أنها لا تحصل على المبالغ التشغيلية اللازمة للعمليات الأمنية لقيام الحملات الأمنية وأيضا لتشغيل المؤسسات الأمنية نفسها، ولكن الآن على ما يبدو أن
نائب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء خالد بحاح. نعم. قد عاد ويحمل الكثير من تلك الأمور لحل حلت الكثير من تلك المشاكل والصعوبات التي تواجه القوات الأمنية في مدينة عدن. إذن سيد قيس الشاعر الناشط السياسي كنت معنا عبر الهاتف من عدن، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا بهذا القدر نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وفي الختام لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي عبر الهاتف من الرياض. كان معي رئيس دائرة التوجيه المعنوي اللواء محسن خصروف، وأيضا الناشط السياسي السيد قيس الشاعر، ونعتذر لعدم التمكن من التواصل مع المتحدث باسم السلطة المحلية في مدينة عدن السيد نزار أنور. وأيضا الشكر موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام على كرم المتابعة، كما نشكر أيضا الطاقم الفني وفي الإعداد الزميل محمد القاسم. إلى الملتقى في حلقة قادمة، أترككم في رعاية الله.